معظم الأطفال الذين ولدوا في الأراضي السورية خلال عمليات النزوح لم يعتادوا على أي من مظاهر الفرح، فمعظم الأطفال الذين أعمارهم تراوح بين 2 و4 سنوات يقابلون أي مظهر من مظاهر الفرح بنوع من الدهشة والاستغراب، ويحاولون الاختباء بعيداً عن الناس. 4 سنوات مرت على سوريا وشعبها ومعظم السكان في الداخل السوري الذين أجبروا على التنقل والنزوح مرتين على الأقل باتجاه باقي المناطق. الكبار اعتادوا على هذه المأساة، لكن الأطفال الذين فقدوا أي انتماء للمكان فقدوا البهجة ولم يدركوا معنى العيد ولا الفرح أو حتى الملابس الجديدة. وقت كان هلا بكره بس كان بابا يجيب لي ثياب، كنت حاطه هيك قبل ما انام، حاطه تحتي. انت شو بتسوي وقت يجيب لك ابو ثياب؟ بحطه على التخت والصبح نلبسه ونروح ثياب. هلا انت شو رح تسوي هلا بهالثياب؟ ها؟ شو رح تسوي فيه؟ لبسهم. هيك؟ قصيفة تأثرت عليك على الأول. طار بالهواء ونزل طب. مريم ومرام، أحمد ومحمد، 4 إخوة لم يتجاوز أعمارهم سن 8، يعيشون مع جدتهم في منزل مهجور، يجهشون بالبكاء عندما يذكر اسم والدهم. تجد الفرحة والغصة والقهر والدموع في أعين هؤلاء الأطفال الذين تركت الحرب أثرها الأكبر عليهم بعد أن غاب عنهم والدهم منذ 4 سنوات حتى الآن. يوم نزل قال بدي جيب لنا خضرة، لما كم شو كم شتوا هود الجيش اخذوا، لا بنعرف لوين اخذوا لوين جابوا. اول ما اخذوا على قد وبعدين اخذوا في عشام، ولا هلق لا بنعرف طيب ميت ما بنعرف عند الله. الجدة مع الأطفال 4 وعشرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 2 و4 ولدوا في خضم الثورة السورية، لم يعرفوا معنى الحياة ليعرفوا معنى العيد، ولهذا انعكاساتهم في المستقبل القريب لن تكون بسيطة. ليندا بلال، تي ري تي العربية، من ريف اللاذقية.